الجامعة الافتراضية السورية مقرر المصارف والتشريعات المصرفية لمؤلفي الدكتور محمد سامر عاشور والدكتور هيثم الطاس. يغطي هذا التسجيل الجزء الثاني من الوحدة التعليمية الخامسة بعنوان الوديعة المصرفية، أي من الصفحة 90 حتى الصفحة 98. تقدمت مبادرة ضوء بصوت مايا البرازي. عقد الإيداع المصرفي. إن عملية الإيداع المصرفي هي عقد بين المصرف والعميل، لذا يجب أن تتوفر في هذا العقد جميع الأركان المطلوبة بالعقود عامة، مما يدعونا للتعرف لتكوين عقد الإيداع المصرفي، ثم نتعرض لآثار عقد الإيداع. تكوين عقد الإيداع المصرفي. إن المشرع لم يتطلب شكل معين لعقد الإيداع المصرفي، كما أنه لم ينظم أحكامه تنظيما تشريعيا، فكان لابد من معرفة أركان هذا العقد قبل الانتقال لموضوع إثباته، ثم نعرض حساب الوديعة. ألف أركان عقد الإيداع. إن عقد الإيداع كغيره من العقود يجب أن تتوافر فيه الأركان الأساسية في العقود. أولا الأهلية. بالنظر إلى الأهلية المطلوبة بالنسبة للعميل أو المودع، فإن الأهلية المطلوبة تختلف باختلاف تكييف الوديعة، فإن الذين يرون في وديعة ناقصة أو وديعة عادية يعتبرونه عملا من أعمال حسن الإرادة لا تلزم له أهلية التصرف، وإنما تلزم أهلية الصبي المميز، بينما من يعتبره قرض يستلزم أهلية التصرف لدى المقرض. أما بالنسبة إلى المودع لديه أو المصرف، فهو شركة مساهمة مؤسسة وفق الأنظمة والقوانين الخاصة بها، فلا محل لمناقشة أهليته. ثانيا الرضا. إن عقد الإيداع المصرفي عقد من العقود الرضائية، بالتالي من الضروري أن يصدر الرضا من كلا المتعاقدين، وأن يكون غير مشوب بأحد عيوب الرضا كالإكراه، الغلط، التدليس والاستغلال. وبالتالي فالرضا في عقد الإيداع يخضع للقواعد العامة في الالتزام الواردة في القانون المدني. ثالثا المحل. إن محل عقد الإيداع المصرفي هو مبلغ النقود المودعة. رابعا السبب. قد يكون سبب عقد الإيداع الحفظ أو الاستثمار، والأصل في السبب المشروعية حسب المادة 138 التي تقول: كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك. ب. إثبات عقد الإيداع المصرفي. للبحث في إثبات عقد الإيداع لابد من التعرض لتجارية العقد أولا، ثم نتحدث عن إثباته ثانيا. أولا تجارية عقد الإيداع. إن الإيداع المصرفي من العمليات التي تقوم بها المصارف، بالتالي فعقد الإيداع تجاري دائما بالنسبة للمصرف. أما بالنسبة للعميل، فإن كان العميل تاجرا ومارس هذه العملية لحاجات تجارته، فإن عقد الإيداع يكون تجاري استنادا لنظرية الأعمال التجارية التبعية. أما إذا لم يكن العميل تاجرا، فالعمليات تظل ذات طابع مدني بالنسبة له. ثانيا إثبات عقد الإيداع المصرفي. الأصل أن للعميل أن يثبت عملية الإيداع في مواجهة المصرف بكافة وسائل الإثبات، لأن العملية تعتبر تجارية دائما بالنسبة للمصرف. لكن المشرع وخروجا عن الأصل اشترط إقامة الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المتعلقة بالوديعة والسحب منها، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك. وقد درج التعامل على أن يقوم المصرف بإعطاء العميل إيصالات عند كل عملية إيداع أو سحب، وتسليمه أيضا دفتر يوقع عليه الموظف المختص في المصرف. اختلفت الآراء حول مدى حجية هذا الدفتر في الإثبات، فذهب البعض إلى أن هذا الدفتر ليس له أي حجية في الإثبات، لأن المصرف
يقوم بتسليم العميل هذا الدفتر فقط ليتمكن من الاطلاع على حساباته. وذهب البعض الآخر إلى القول بأن حجية هذا الدفتر هي قوة الشهادة، والذي يحدد مدى حجيتها هو قاضي الموضوع. إلا أن المشرع السوري نص على إمكانية فتح الحساب بموجب دفتر توفير تدون فيه المدفوعات والمسحوبات. هذا وتعتبر البيانات الواردة في الدفتر الموقع من موظف المصرف المختص حجة في الإثبات، وذلك بمواجهة المصرف وصاحب الدفتر ما لم يتفقوا على خلاف ذلك. جيم حساب الوديعة. متى وافق المصرف على قبول ودائع شخص لديه فإنه يفتح له ما يسمى حساب الوديعة، ويسمى في عرف المصارف حساب الشيكات، وذلك لكي يقيد فيه ما يودعه العميل. لذا كان لابد من التحدث عن حرية المصرف بفتح حساب الوديعة، وذلك بمطلب أول، ثم نتحدث عن تشغيل الحساب بمطلب ثاني. أولاً، حرية المصرف بفتح الحساب. إن الوديعة المصرفية تقوم على الاعتبار الشخصي، أي ثقة المصرف بعميله. وإذا كانت عمليات المصرف تفترض رضا بالمتعامل مع طالبها، فإن فتح حساب للمودع بما يستتبعه من اعتباره عميلا له ودخوله معه في عمليات وعلاقة مستمرة والتزام بخدمة خزينته. يفترض بالضرورة أن تكون للمصرف حرية أكبر في الموافقة على فتح الحساب أو عدم فتحه. ففي بعض الحالات التي لا يكون العميل أهل بثقة المصرف، فله الحرية برفض فتح حساب ودائع لهذا العميل أو حتى الدخول معه في أي تعامل. كما لو كان للعميل ماضي ائتماني سيء، ويعتبر رضا المصرف بفتح هذا الحساب ضروري لترتيب آثار عقد الإيداع، كالقيام بالتزام خدمة صندوق العميل من استقبال واستيفاء حقوقه لدى الغير ووفاء ديونه وغير ذلك مما قد يطلبه العميل ويجري به العرف، ويدخل في اتفاق الطرفين على قيام البنك الوديع به من خدمات، ويعتبر المصرف وكيلا عن العميل فيما يكلفه العميل القيام به. ثانيا، تشغيل حساب الوديعة. بعد موافقة المصرف على فتح حساب وديعة للعميل، هذا معناه توافر ثقة المصرف بهذا العميل الذي يملك في هذه الحالة سلطة تشغيل هذا الحساب بنفسه أو عن طريق شخص آخر متفق على سلطته بتشغيل الحساب كوكيل العميل أو ممثله القانوني. ويجب على المصرف أن يقيد في الحساب لصالح المودع أو عليه جميع العمليات التي تتم بين المصرف والمودع أو بين المصرف والغير لحساب المودع. هذا ويمكن إخراج إحدى الدفعات لغاية معينة، وذلك باتفاق الطرفين على إخراجها منه، وبذلك لا تدرج في الحساب، ويقدم المصرف للعميل كشفا بحسابه مرة واحدة كل 6 أشهر ما لم يتم الاتفاق أو يقضي العرف بغير ذلك، ويجب تحديد الرصيد بتاريخ الكشف. ننتقل إلى فقرة بعنوان آثار عقد الإيداع المصرفي. إن عقد الإيداع المصرفي من العقود الملزمة لجانبين، بالتالي فهو ينتج كغيره من العقود آثار متبادلة من حقوق والتزامات بين طرفي العقد، مما يدعونا للتعرف على حقوق والتزامات المصرف والتعرف على حقوق والتزامات العميل. ألف، حقوق والتزامات المصرف. أولا، حقوق المصرف. رأينا سابقا أن المشرع السوري قد اعتبر أن الوديعة المصرفية النقدية قرضا، وبالتالي فإنه بمجرد دخول النقود خزينة المصرف يصبح هذا الأخير مالكا لها وليس مودعا لديه، ويترتب على ذلك إمكانية استعماله لها، وذلك لأن العرف المصرفي افترض إذن العميل للمصرف في استعمال الوديعة. بالتالي للمصرف حرية التصرف في الوديعة دون أن يتعرض لأحكام إساءة الائتمان.
أما إذا كانت الوديعة وديعة بالمعنى الدقيق، وهو الحال في الوديعة المخصصة لغرض معين، أي كان المصرف ممنوعاً بمقتضى شروط العقد من استعمال المال المودع، فإنه يعتبر خائناً للأمانة إذا تصرف فيها. ثانياً، التزامات المصرف. جرى العرف على أنه بمجرد فتح حساب الوديعة يترتب على المصرف مجموعة من الالتزامات، وهي التزام المصرف بقبول الوديعة، والتزامه بردها، والتزامه بخدمة صندوق العميل، وكذلك التزامه بدفع الفوائد. 1- الالتزام بقبول الوديعة. يكون المصرف ملزماً بقبول أي مبلغ يود العميل إيداعه وتقييده في الحساب الذي فتحه لفائدة العميل دون أن يكون مضطر إلى إبرام عقد جديد. فطالما حساب العميل مفتوح، يحق له إيداع أي مبلغ يريده في هذا الحساب، ويستوي أن يكون الإيداع من جانب العميل أم من جانب شخص من الغير يقدم مبلغ من النقود ويضعه في حساب العميل، والمصرف يخطر عميله بذلك، فإذا اعترض يعاد المبلغ إلى من قدمه للمصرف، وإذا وافق أو سكت اعتبر سكوته بمثابة رضا منه بصحة قبول المصرف، ورتب الوفاء الحاصل من الغير آثاره في علاقته بالعميل. 2- الالتزام برد الوديعة. المصرف ملتزم برد الوديعة أو قدرا مماثلا لها إلى العميل دون اعتبار للتغير الطارئ على قيمتها في الفترة التي بين الإيداع والرد. أما إذا فقدت النقود المودعة كل قيمتها بسبب قانوني كإلغائها مثلا، فعلى المصرف أن يرد نقودا جديدة وقت تنفيذ الالتزام لها نفس قيمة النقود المودعة، والرد يكون بذات نوع العملة المودعة، ويكون الرد للعميل نفسه أو من يعينه العميل أو نائبه المخول بذلك. وعلى المصرف التأكد من أهلية المستلم عند كل عملية استرداد، وأنها لم يطرأ عليها تغيير منذ الإيداع. أما إذا كانت الوديعة من شخص اعتباري، وجب التأكد من سلطة ممثليها في الاسترداد، والمصرف يقوم عند عملية الإيداع بأخذ نموذج من توقيع العميل أو وكيله ليضاهيه عند كل عملية سحب أو عند الاسترداد، وبالتالي يكون المصرف مسؤول عن رد الوديعة دون القيام بالتأكد من تطابق التواقيع باعتباره ممتهن خبير. وبالنسبة لموعد الرد، فالموعد يكون محدد مسبقاً وقد يترك لمشيئة العميل، وذلك حسب الاتفاق. أما مكان الرد، فإذا اتفق المصرف والعميل على مكان محدد فيجب احترام الاتفاق، وإذا لم يتم الاتفاق على مكان الرد فالرد واجب في موطن المدين أي المصرف، وبالتحديد ذات الفرع من المصرف الذي تم الإيداع فيه. وفي حالة وفاة العميل تستمر الوديعة وفقا لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول أجلها. 3- الالتزام بخدمة صندوق العميل. جرت العادة على تعهد المصرف ضمنياً بخدمة صندوق العميل في ذات الوقت الذي يتفق عليه على فتح حساب الوديعة، وتتكون هذه الخدمة من عمليات متعددة كوفاء بالشيكات التي يسحبها العميل على المصرف لمصلحته أو لمصلحة الغير، أو تحصيل شيكات لمصلحة العميل، أو تنفيذ أوامر تحويل مصرفية. ويكون مركز المصرف في هذه الحالة مركز الوكيل عن العميل للقيام بهذه العمليات. 4- التزام بدفع الفوائد. يجب على المصرف دفع الفوائد عند حلول مواعيد استحقاقها، وتستحق الفوائد من اليوم الذي يلي كل إيداع إذا لم يكن يوم عطلة، ولغاية اليوم الذي يسبق إعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف على غير ذلك، ويكون مقدار الفائدة حسب الاتفاق بين المصرف والعميل وإلا بحسب العرف المصرفي.
ب. حقوق والتزامات العميل. أولا، حقوق العميل. الأموال التي أودعها العميل في المصرف له الحق في استردادها، وذلك حسب الاتفاق وفي الزمان والمكان المتفق عليه، ومن حقه أن يخصص الوديعة لغرض معين، وفي هذه الحالة يقيد حرية المصرف في استعمالها. ثانيا، التزامات العميل. يلتزم العميل بمجرد إبرام العقد بتسليم الوديعة النقدية إلى المصرف في الزمان والمكان المتفق عليه، وبأي وسيلة استقر العرف المصرفي عليها. والتسليم يجب أن يكون فورا وألا يكون معلقا على شرط. صور خاصة للوديعة المصرفية. نعرض تحت هذا العنوان لثلاث أنواع من الودائع، وهي ودائع التوفير وشهادات الاستثمار وشهادات الإيداع. ألف، ودائع التوفير. نظام التوفير يتجه أساساً إلى صغار المدخرين، فيقبل للإيداع مبلغاً يكون عادةً بسيطاً، كما يسمح لهم سحب ما يحتاجون من ودائعهم متى شاءوا، مع قيود تتفق مع فكرة التوفير، ويضع كل مصرف لائحة لنظام التوفير لديه. وودائع التوفير تتلخص في فتح حساب يسمى حساب التوفير، تقيد فيه المبالغ التي تودع من أصحاب هذه الدفاتر، وكذلك تلك التي يسحبونها منها. ووسيلة البنوك في هذا الاجتذاب هي إعطاء فائدة للمودعين عن المبالغ المودعة تتناسب مع مدة إبقاء هذه الأموال لدى البنك. وودائع التوفير تعتبر قروضاً من المودعين إلى البنك، تخضع للأحكام التي يتفق عليها البنك مع العملاء واللائحة التي يضعها ويقبلونها، وذلك بالإضافة إلى الأحكام الواردة في القانون المدني بشأن القرض في كل ما لم يرد بالاتفاق أو بهذه اللوائح. أما بالنسبة لإثبات الإيداع والسحب من حساب التوفير، فتعرض اللوائح المعدة لنظام التوفير سابقة الذكر لكيفية إثبات الإيداع والسحب، وتحدد مدى صحة ما يوجد في الدفتر من تصحيح أو تعديل في القيود المدونة. ب. شهادات الاستثمار. شهادة الاستثمار هي الورقة التي تثبت الحق في المبلغ المودع لدى المصرف، وديعة خاضعة لنظام القرض والنظم التي تقررها القوانين والقرارات الخاصة بشهادات الاستثمار. بينما لا تعتبر هذه الوديعة ادخارية، لأن عبارة الاستثمار تفيد أن المودع يستهدف استثمار ماله وتستثمر في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، وبهذا لا تخرج العملية عن معنى القرض. أولاً، الميزات التي تتميز بها شهادات الاستثمار. 1. ارتفاع سعر الفائدة. يصل سعر الفائدة على شهادات الاستثمار التي لا يضطر أصحابها إلى استرداد قيمتها قبل حلول أجلها إلى أعلى سعر فائدة، وتحتسب الفوائد المستحقة عليها اعتباراً من أول الشهر الذي اشتريت فيه الشهادة، ولو كان تاريخ شراؤها في آخر يوم من الشهر. 2. السيولة الكاملة. إن مدة الشهادة هي 10 سنوات، وبالرغم من ذلك فإن مالك الشهادة يستطيع في أي وقت بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الاكتتاب فيها أن يسترد قيمة الشهادة ودون أي خسارة في رأس ماله، بل يحصل فوق ذلك على الفوائد المستحقة له عن المدة التي احتفظ بالشهادة خلالها، إلا أن هذه الفائدة تكون أقل مما لو احتفظ بشهادته لنهاية مدتها، أي بعد مضي 10 سنوات. 3. شهادة اسمية، أي لا يمكن بيعها أو تحويلها أو التنازل عنها، وذلك بهدف حماية مالك الشهادة من احتمالات فقدها أو سرقتها. ثانياً، أنواع شهادات الاستثمار. 1. شهادات استثمار مجموعة ألف، وهي النوع الذي لا تستحق الفوائد عن الشهادة دورياً، وإنما تضاف هذه الفوائد إلى قيمة الشهادة،
ويربح مالك الشهادة في هذه الحالة فوائد على قيمة الشهادة والفوائد التي تضاف إليها بين قوسين فوائد مركبة، وذلك إلى أن تنتهي مدة الشهادة بمرور 10 سنوات أو استرداد قيمتها من قبل مالكها قبل ذلك الموعد. 2- شهادات استثمار مجموعة ب. يستحق مالك الشهادة في هذا النوع من الشهادات الفائدة بشكل دوري، وذلك كل 6 أشهر، مما يبقي قيمة الشهادة واحدة حتى نهاية المدة دون زيادة أو نقصان. 3- شهادات استثمار مجموعة جيم، وتكون هذه الشهادة موجهة إلى صغار المدخرين، فتصدر من فئات صغيرة مما يتيح لهم الاكتتاب عليها، ولا يصرف عن هذه الشهادة أي فوائد، وإنما تجمع جميع الفوائد الناتجة عن الشهادة من هذا النوع وتوزع جوائز على أصحاب هذه الشهادات، وذلك عن طريق القرعة. جيم شهادات الإيداع. شهادة الإيداع وثيقة استثمار قابلة للتداول لكونها تصدر للحامل أو متضمنة شرط الإذن، تصدر عن مصرف بحيث يشهد فيها هذا الأخير بأن مبلغا من المال قد أودع لديه ويتعهد أن يرده مع فوائده في موعد استحقاق معين في الوثيقة، ويمكن القول بأنها إيصال الإيداع مندمجا فيه تعهد المصرف برد المبلغ. وتعتبر شهادة الإيداع قرضا لصاحبها على المصرف تماما كشهادة الاستثمار، فهما صورتان للودائع المصرفية. إن صدور شهادات الإيداع للحامل أو بصيغة لأمر ذلك يقربها من الأوراق التجارية، إلا أنها تختلف عن الأوراق التجارية بحيث قيمة شهادات الإيداع غير معروفة، وذلك بسبب تغير سعر فوائدها بتغير سعر السوق، مما يخرجها من زمرة الأوراق التجارية لعدم قبولها مقام النقود في الوفاء. ولكن عدم اعتبارها ورقة تجارية لا يمنع إمكان تداولها بالطرق التجارية، كانت للحامل أو كانت بصيغة لأمر. كما تختلف شهادات الإيداع عن الوديعة المصرفية النقدية العادية وعن شهادات الاستثمار ودفتر التوفير بأنها تصدر للحامل أو بصيغة لأمر، أي تكون قابلة للتداول، بعكس شهادات الاستثمار ودفتر التوفير التي تصدر اسمية بالتالي غير قابلة للتداول. كما وأن سعر الفائدة في شهادات الإيداع غير ثابت أو محدد، وإنما يتوقف على تطور السوق، بينما في الوديعة المصرفية النقدية العادية وشهادات الاستثمار ودفتر التوفير تكون سعر الفائدة محدد. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. الودائع المصرفية التي يمكن للمودع السحب منها في أي وقت يشاء وبمجرد الطلب هي: 1- الوديعة لأجل، 2- الوديعة بشرط الإخطار المسبق، 3- الودائع تحت الطلب. الإجابة الصحيحة هي الرقم 3، الودائع تحت الطلب. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الوحدة التعليمية الخامسة بعنوان الوديعة المصرفية.